احنا اخر حاجه كنا وقفنا عندها يا جماعه هو ان احنا كنا بدانا نتكلم على ان احنا عندنا بعض الميثودولوجيز الخاصه سواء بماشين او ليرنينج او ديب ليرنينج، ودايما الالجوريزمز دي احنا بنستخدمها عشان اعمل بريدكشن على داتا محدده. وبيج داتا طبعا هو حاجه من الحاجات الاساسيه اللي احنا بنستخدم فيها الالجوريزمات دي علشان اعمل بريدكت لقيم معينه انا عاوز اوصل لها. حضراتكم لما استخدمتوا الحاجات دي قبل كده كان استخدامها كله قائم على ان انتوا بتستخدموا باكج محدده وبتطلبوا منها ان انت تعمل مثلا ريجريشن. خلوني اوري حضراتكم كده مثال بسيط لحاجه انتوا اوريدي كنتوا بتستخدموها، بعد كده ابدا اوري حضرتك ازاي انت ممكن تعمل الكلام دوت باستخدام المعادلات زي ما احنا متفقين. حضراتكم دلوقتي انا عامله شيرنج لشاشه، شايفين حضراتكم الماتلاب. الماتلاب هو طبعا واحده من التولز المعروفه جدا اللي بتشتغل على كل الادوات الخاصه سواء بماشين ليرنينج او ديب ليرنينج، سواء شغالين على بيج داتا، سواء هي اصلا داتا عاديه، سواء ايمج، سواء ستراكشر داتا او ان ستراكشر داتا. عموما الماتلاب هو واحد من التولز الكبيره جدا اللي بيكون فيها نوعيات كتيره جدا من الالجوريزمز. التارجت بتاعنا النهارده يا جماعه هو ان احنا عاوزين نتكلم على نقول بدايه بحاجه اسمها اللينير ريجريشن. فانا عايزه اعرف يعني ايه لينير ريجريشن، وكمان عايزه اعرف يعني ايه الريج ريجريشن واللاسر ريجريشن والالاستيك نت. يعني خلينا النهارده لو احنا هنتكلم نتكلم على العائله بتاعه الريجريشن. مبدئيا الريجريشن بكل انواعه هو الهدف منه مش ان انا اعمل كلاسيفيكيشن، يعني مش معناه ان انا بصنف حاجه طبقا ل داتا سيت زي اللي حضراتكم كنتوا بتتعاملوا معاها قبل كده، ولكن الريجريشن بستخدمه علشان اعمل بريدكشن لحاجه مستقبليه. خليني اودي اوري حضراتكم مثال الاول حتى لو على رسمه بسيطه كده نحاول نرسمها سوا، وبعدها نبدا على طول ان شاء الله اوري حضراتكم عملي على الماتلاب. المنظر اللي قدامنا ده يا جماعه هو مثلا ان انا لو اعتبرت ان انا عندي مجموعه من النقط، وان النقط اللي عندي دي هي نقط وليها احداثيات، والاحداثيات بتاعتي طبعا على محور الاكس ومحور الواي. لما باجي اقول ان انا بتكلم على كل انواع الريجريشن بوجه عام، فالريجريشن معناه ان انا مثلا لو انا اعتبرت ان انا عندي قيم محدده واخده احداثيات معينه زي النقط اللي قدامكم دي، فانا بقول له ان الريجريشن دوت هو نوع من انواع البريدكشن، يعني هو يقدر بناء على مدخلات محدده يطلع لي قيمه هتحصل في كيس معينه في المستقبل. زي مثلا لو انا افترضت ان دي درجات الطلاب، فانا ممكن اقول بناء على ان انا شايفه مثلا درجات الطلاب كلها في الحته دي كده، فده معناها ان لو جالي في المستقبل طالب فده معناه ان انا هبريدكت ان انا درجته هتكون مثلا في الرينج ده او في الحته دي. فده معناه ان كل انواع الريجريشن ما بتستخدمش عشان الكلاسيفيكيشن على قد ما هي بتستخدم علشان البريدكشن، ان انا اتوقع حاجه جايه في المستقبل. خليني اوضح لحضراتكم نقطه ان الريجريشن يا جماعه مرتبط بكل انواع الماشين ليرنينج كلاسيفيكيشن. يعني انت ممكن تستخدم السبورت فيكتور ماشين علشان تعمل بيها ريجريشن وتتوقع باستخدام السبورت فيكتور ماشين قيمه مستقبليه، ممكن باستخدام الكي ان ان تعمل ريجريشن وتتوقع حاجه مستقبليه، ممكن باستخدام النيورال نتورك او وات ايفر اي الجوريثم من الالجوريزمات انت تقدر باستخدامه تشغل بيه الريجريشن. طيب ليه حكايه الريجريشن واشمعنى موضوع الريجريشن ده يا جماعه؟ تعالوا نبص كده، لو انا قررت ان انا اشغل الريجريشن على الماتلاب، وهبدا دلوقتي مع حضراتكم اقول ان انا قدام حضراتكم شاشه الماتلاب اهي، وفي شاشه الماتلاب اللي قدامكم دي انا عاوزه اشغل اول او اسهل طريقه اقدر اعمل بيها ريجريشن. قد تكونوا حضراتكم ما اشتغلتوش على برنامج الماتلاب قبل كده، ولكن الماتلاب كتول فيها امكانيات كتيره قوي، من ضمن التولز اللي موجوده عندنا في الماتلاب حاجه اسمها الريجريشن ليرنر. لما بعمل كليك على الريجريشن ليرنر هنا هو بيبدا يعني يعرض عليا عدد كبير جدا من الالجوريزمز المتعلقه بالريجريشن، والمفترض ان حضرتك بتبدا تقرر انت عاوز انهي نوع من انواع الالجوريزمات دي. تعالوا نشوف مع بعض، لو انا اخترت دلوقتي داتا سيت بشكل عشوائي جدا من على الجهاز بتاعي ومش مفترض ان الداتا سيت بتاعتي دي اساسا ليها هدف، فمجرد ان انا بختار مثلا ان انا عندي فايل وان الفايل دوت هو داتا سيت لاي حاجه او متعلق باي
نموذج من النماذج. فمثلا اللي قدام حضراتكم هنا دي المفترض انها داتا سيت لمبيعات، والداتا سيت للمبيعات دي انا بتوقع بيها معدل المبيعات بتاعتي هيبقى قدام شويه حجمه قد ايه. فلو انا اخترت دلوقتي الداتا سيت دي هي دي اللي انا عاوزه اعمل عليها الريجريشن، وقلت له ابدا السيشن بتاعك. هي شاشة مختلفة. حضراتكم مش شايفين الماتلاب دلوقتي؟ شايفين لا ماتلاب بس حضرتك كنت بتقولي بتشوفين الداتا داتا. سيت. بس ثانيه كده حضراتكم اكيد هتبقوا شايفين اللي انا بتكلم عليه. بصوا كده انا هعملها تاني. انا جيت قلت له سيلكت فروم فايل، اوكي طبعا، واخترت اي داتا موجوده عندي. والداتا اللي عندي مثلا هي عباره عن مبيعات لمنتج محدد، والمفترض ان انا عندي سعر معين للمنتج دوت خلال فتره زمنيه مثلا محدده. طبعا الكلام دوت انا ممكن استخدمه باستخدام حاجه زي الاريما او الفار او اي نوع تاني من انواع الماشين ليرنينج تكنيكس عموما، لان هم كلهم معتمدين في الاساس على فكره الريجريشن. طيب انا كده هقول له خلاص امبورت، انا موافقه على ان انا هبدا اشتغل وتمام. خلونا نبتدي دلوقتي. انا دلوقتي عاوزه ابتدي اقول طبق على الداتا سيت بتاعتي دي مفهوم اللينير ريجريشن، او طبق على الداتا سيت بتاعتي دي اي نوع من انواع الريجريشن العادي اللي احنا ممكن نتعرف عليه او ممكن نحاول نفهم معناه ايه. علشان نبدا نتكلم على الموضوع دوت يا جماعه، وشوف دلوقتي الماتلاب ازاي ممكن يعمل لي ريجريشن لحاجه زي دي. انا بقول يعني ايه ريجريشن الاول، وبعد كده هوري لك الكلام ده ازاي بالمعادلات الماتلاب عمل. طيب خلوني بس انا طبعا وقفت البارلل عشان يبقى الدنيا ما تبقاش تبقى اسرع شويه. وادي انواع الريجريشن كده لو حضراتكم بصيتوا، دول بعض انواع الالجوريزمز الخاصه بالريجريشن. وعلى الرغم من ان احنا بصينا كده على الانواع دي، الانواع دي هي اللينير، الانتراكشن، الروبست، الستيب وايز، وطبعا الاون لينير، يعني كل انواع اللينير ريجريشن بوك. انا النهارده هتكلم على انهي فئه من الفئات. انا النهارده هتكلم بس على الفئه الاولى اللي هي اللينير ريجريشن، وهناخد اربع انواع مختلفين في اللينير ريجريشن. تعالوا نختار كده مثلا ان انا عاوزه على الداتا اللي انا حددتها دي اعمل لينير ريجريشن. ولو احنا خدنا بالنا يا جماعه، الداتا اللي انا حددتها دي اول انا ما اخترتها هو اوتوماتيكلي راح قدام حضراتكم كده على الشاشه اهو، هو راح رسم لي البيانات اللي موجوده وحط لي النقط اللي موجوده واللي بتعبر لي عن القيم اللي موجوده في الاكس والواي. تعالوا نشوف كده لو انا قلت له كماتلاب اعمل لي تريننج باستخدام اللينير ريجريشن. انا اخترته يا جماعه منين؟ اخترته من هنا اهو، فتحت القائمه دي، والقائمه دي هي فيها كل انواع الماشين ليرنينج او الريجريشن الجوريثمز اللي احنا ممكن نتعامل معاها. يعني لو انتوا بصيتوا كده ادي لينير سبورت فيكتور ماشين، ادي التري بكل انواعها، الجاوسيان ريجريشن والادا بوست والجريديانت بوست، يعني كل انواع الماشين ليرنينج تكنيكس اللي احنا ممكن نتعامل معاها هتكون موجوده عندك هنا واوريدي وسهله ان انت تستخدمها. تعالوا نشوف كده مع بعض لو انا قلت له اعمل تريننج للداتا دي باستخدام حاجه زي اللينير ريجريشن. المنظر اللي قدامنا هنا هو اوريدي عمل خلاص التريننج ده، وبعد ما عمل التريننج بدا يعرفني ايه هي النقط الاصليه اللي كانت موجوده، وبعد ما هو عمل بريدكشن بقت مكانها فين او بقى شكلها ايه. تعالوا نبص، مفترض الاوتبوت بتاعي لما باجي اتكلم على اللينير ريجريشن هو ايه. الاوتبوت بتاعي لما بتكلم على اللينير ريجريشن هو الخط ده، والخط ده يا جماعه هو الخط اللي بيفرقني ما بين مجموعه من البوينتس، وبيحط كل مجموعه من البوينتس منهم في مكان محدد مختلف عن التاني. طيب خلينا نشوف كده هو اساسا الفكره بتاعت وجود الخط دوت ايه، وليه هو اصلا اتسمى لينير ريجريشن. الفكره في اللينير ريجريشن هو اني بستخدم مجموعه من المعادلات اللي احنا اوريدي عارفينها اللي هي معادلات الخط المستقيم، والهدف من معادله الخط المستقيم ده هو اني برسم خط بيمر جوه البيانات بتاعتي بشكل منتظم جدا، خط مستقيم يعني ما فيهوش اي نوع من انواع الكيرفات. والخط دوت بيقسم البيانات بتاعت حضراتكم بحيث ان انت تقدر في المستقبل لو عندك نقطه تبقى عارف النقطه المقابله ليها من الناحيه الثانيه ايه. يعني لو انت عندك قيمه في الاكس اكسس بمساعده الخط ده انت هتبقى عارف الايكوفالنت واي ليها هي ايه بالظبط. طيب خلينا نمشي بايدينا خطوه خطوه كده، نحاول ان احنا كاننا بنحل مساله
علشان نعرف هو اللينير ريجريشن ده اساسا بيشتغل ازاي. علشان ابدا اشتغل مع حضراتكم في حاجه زي كده، تعالوا نبص مع بعض على المنظر اللي موجود قدامنا هنا. انا هشتغل على اول حاجه يا جماعه اني هبدا اشرح يعني ايه لينير ريجريشن مودلز. وعلشان اشرح اللينير ريجريشن مودلز، انا لسه حالا كنت بقول لكم الفكره ان انا لو عندي مجموعه من الفاريبلز، انا عندي مثلا زي ما حضراتكم قدامكم كده، انا عندي شويه عربيات حطاها اهو في المثال، وانا عاوزه اشوف او اتوقع السبيد بتاعه العربيات اللي موجوده قدام حضراتكم هنا. وعلشان ابدا اتوقع السبيد بتاعه العربيه دي وعلاقتها بالفايل كونسامشن او علاقتها باستهلاك البنزين، يبقى انا اقدر اقول اني انا لو قدرت ان انا احط خط كده بالمنظر ده او ارسم خط بالمنظر دوت وهو ده الهدف بتاع اللينير ريجريشن، يبقى انا هقدر اتوقع انهي عربيه فيهم بتستهلك بنزين اكتر بناء على السرعه بتاعه العربيه دي. يعني لو جيت قلت لكم العربيه الاولى دي سرعتها كذا والثانيه كذا والثالثه كذا والرابعه كذا، يبقى بناء على الخط اللي احنا هنرسمه دلوقتي هعرف كل عربيه معدل استهلاكها من البنزين قد ايه. الشكل اللي قدامنا ده يا جماعه هو ده الشكل الاصلي اللي مفترض يطلع لنا لما بنستخدم كل انواع لينير ريجريشن. يعني لو انا اعتبرت ان دي شكل الداتا الاصليه بتاعتي، فبمجرد ان انا ببدا اطبق عليها اي نوع من انواع الريجريشن، هو دوت الاوتبوت اللي انا مفترض اكون متوقعه. تعالوا نبص مع بعض على الشكل الفورمال لاي بروبلم جايه لي وهطبق عليها لينير ريجريشن. اي معادله في الدنيا يا جماعه او اي حاجه في الدنيا عندي بالمنظر ده، لازم يكون في عندي داتا سيت، والداتا سيت دي عاده بتكون عباره عن مجموعه من نقط ليها احداثيات في الاكس احداثيات في الواي. يعني معنى كده ان الانبوت اللي داخل عندي هنا هو بس فاريبل واحد، وان فاريبل الواحد دوت هو اقدر ارسمه هنا هوت على اعتبار ان هو مجموعه من البوينتس، والبوينتس دي في الاكس والواي. يبقى البوينتس اللي داخله عندي دي اللي هي ليها احداثيات في الاكس والواي، هبدا اشوف علاقه النقط دي من خلال محور الاكس ومحور الواي. فلو انا جيت رحت حط على محور الاكس هنا مثلا وقلت لحضراتكم ان الاكس دي هي السبيد بتاعتي، يعني معنى كده ان محور السين بيمثل لي سرعه العربيه، وان محور الواي بيمثل لي استهلاك البنزين للعربيه دي. لمجرد ان انا ببدا احط النقط دي يا جماعه، انا هنا ببدا اجيب علاقه ما بين محور السين ومحور الصاد او الاكس اكسس والواي اكسس، يعني ببدا اجيب العلاقه ما بين التو فاريبلز اللي انا عاوزاهم. وعلشان كده انا هنا عندي اتنين فاريبلز اساسيين داخلين عندي في العلاقه بتاعتي. الفاريبل الاولاني اللي هو موجود على محور السين، وده بيكون اسمه الديبندنت فاريبل او الحاجه الاساسيه اللي انا بعتمد عليها في عمليه البريدكشن، وعشان كده اسمه ديبندنت فاريبل. والفاريبل الثاني هو اللي انا بعمل له بريدكت، او الفاريبل الثاني اللي انا بتوقع قيمته، واللي هو اسمه اندبندنت فاريبل. يبقى انا عندي اتنين فاريبل، واحد فيهم ديبندنت واحد فيهم اندبندنت. هدفي ايه؟ هدفي ابدا اشوف ايه العلاقه ما بين ده وبين ده باستخدام فاريبل واحد بس او نقط بسيطه جدا هي دي اللي هتحدد لي طبيعه العلاقه بين ده وبين ده. تعالوا نبص كده على مساله على طول. وعشان نبص على مساله على طول يا جماعه، انا اوريدي محدده لحضراتكم هنا مثال. تعالوا نشوف المثال اللي قدام حضراتكم هنا، والمثال هنا انا مسكته خطوه خطوه عشان نبدا نحله سوا مع بعضنا. في المثال هنا انا بقول لحضراتكم ان انت عندك داتا سيت، وده شكل الداتا سيت بتاعتك، والداتا سيت عندنا هنا هي مجموعه من النقط، وكل نقطه من النقط دي ليها احداثيات في محور السين ومحور الصاد. والنقط اللي موجوده عند حضراتكم هنا يا جماعه بتمثل لنا ايه؟ النقط هنا دي بتمثل لي مثلا درجات النجاح لمجموعه من الطلاب. فلو انا افترضت هنا كده ان انا عندي ادي الرسمه بتاعه اللينير ريجريشن، فانا هبدا ارسم الداتا بتاعتي دي مع حضراتكم دلوقتي، وهاجي اقول مثلا ان لما كانت الاكس بواحد كانت الواي عندي باتنين. يعني معنى كده ان الطالب الاولاني كانت درجته اتنين، او كان الدرجه بتاعته هنا النقطه اللي انا هرسمها. يبقى لو انا بدات ارسم الداتا بتاعتي كلها واحده ورا الثانيه، هبص الاقي مثلا الداتا بتاعتي ممكن تكون واخده شكل عامل بالمنظر ده. طيب اللينير ريجريشن هو ايه؟ اللينير ريجريشن هو ان حضرتك بتبدا تشوف معادله تحقق لك ريليشن شيب ما بين الاكس اكسس والواي اكسس. طيب علشان ابدا اشوف المعادله دي بتتم ازاي، اول خطوه عندنا او اول ستيب او اول حاجه حقيقيه المفروض ان احنا نعملها
هو ان احنا نحسب حاجه اسمها المين. يعني ايه احسب المين يا جماعه؟ عشان احسب المين فانا بحسب المتوسط بتاع كل الاكس اكسس وكمان المتوسط بتاع كل القيم اللي ظهرها لي عندي على الواي اكسس. طيب خلينا نعمل الكلام ده بشكل عملي جدا. انا دلوقتي لو جيت قلت لحضراتكم نفس المثال اللي احنا حالا كنا بنقول عليه من شويه، انا عندي هنا سرعات العربيات اهي، وعندي هنا استهلاكها للبنزين. وانا دلوقتي كل عربيه من العربيات دي، العربيه الاولى مثلا كانت سرعتها 100 كيلو في الثانيه، وال 100 كيلو في الثانيه دي كان استهلاكها للبنزين اهو. العربيه الثانيه دي كان سرعتها 200 كيلو في الثانيه، وال 200 كيلو في الثانيه دي كانت مدياني خط في الحته دي او مدياني نقطه في الحته دي، والثالثه كانت مدياني نقطه هنا، والرابعه كانت مدياني مثلا نقطه هنا. فاول خطوه علشان ابدا ارسم الخط اللي انا عاوزاه واللي هيبدا يعرفني البريدكشن بتاعي هيتم ازاي، اني ابدا احسب المتوسطات. بحسب المتوسطات لمين يا شباب؟ بحسب المتوسط ليه الاكس اكسس لوحده، وبحسب المتوسط ليه الواي اكسس لوحده. يبقى النقط اللي انا رسمتها دي واللي احداثياتها اهي، هبدا اول خطوه المين هنا هو عباره عن ايه؟ المين هنا هو عباره عن مجموعهم على عددهم. وعشان كده في اول ستيب او تاني ستيب عندنا، لان اول ستيب هي البلوت طبعا ان انا برسم، تاني ستيب عندنا ببدا اقول تعالوا نحسب المين بتاع الاكس والمين بتاع الواي، يعني احسب لي متوسط الاكس اكسس ومتوسط الواي اكسس. ايا كان حجم الداتا سيت بتاعت حضرتك، ففي اول خطوه لازم احسب المين لكل واحد لوحده. طيب انا عندي النقط هنا في الاكس اكسس 1 و2 و3 و4، يبقى اقدر اقول ان المين بتاعي هو 1 + 2 + 3 + 4 على 4. طبعا الكلام دوت ما عنديش اي مشكله انه يطلع لي قيمه، وغالبا القيمه دي ممكن تبقى قيمه زي ما انتم شايفينها كده، هي فراكشن. طيب تعالوا نحسب المين بتاع الواي، وعشان احسب المين بتاع الواي فالمين بتاع الواي هو مجموع القيم اللي ظهر لي جوه الواي بس برضو على عددهم. يبقى انا هنا في اول ستيب عندي انا قدرت احصل على 2 مينز، والمينز اللي انا حسبتهم دول هو واحد للاكس اكسس وواحد للواي اكسس. طيب تعالوا نبص مع بعض، هو انا ليه حسبت المين؟ وانا لما حسبت المين يا جماعه انا كان الهدف اصلا مش ان انا احسب المين، انا الهدف عندي كان اني ارسم او اوصل لمعادله الخط المستقيم. علشان اشتغل على الريجريشن انا كل اللي محتاجاه اني بعمل بالظبط 4 خطوات ليس اكثر ولا اقل. الخطوه الاولانيه اني حسبت المين. تعالوا نبص على الخطوه نمره 2، وعلشان اشتغل على الخطوه نمره 2 فالخطوه نمره 2 اني بحسب حاجه اسمها الكوفيرينس. يعني ايه الكوفيرينس يا جماعه؟ الكوفيرينس هو اني بجيب كل نقطه من النقط بتاعه الاكس والنقطه بتاعه الواي وبطرح منها المين بتاعها. يعني ايه؟ يعني باجي اقول الكوفيرينس هو ايه؟ الكوفيرينس هو الواحد ناقص المين بتاع الاكس، الكلام دوت مضروب فيه الاثنين ناقص المين بتاع الواي. تاني عشان احسب الكوفيرينس، فالكوفيرينس هو قيمه الاكس ناقص المين بتاع الاكس مضروبه في قيمه الواي ناقص المين بتاع الواي. كل ده زائد النقطه اللي بعدها الاثنين ناقص المين بتاع الاكس مضروبه في الاربعه ناقص المين بتاع الواي، وهكذا لكل الداتا سيت اللي عند حضراتكم. تعالوا نبص على المعادله اللي انا حطاها قدام حضراتكم هنا. في اول خطوه انا قلت 1 ناقص 2.5 مضروبه في 2 ناقص 4.5. جبت منين الواحد؟ جبت منين الاثنين؟ وجبت منين الاثنين ونص؟ جبت منين 4.5؟ اهو نرجع تاني لهنا، ادي الواحد القيمه الاصليه بتاعتي، وادي الاثنين القيمه الاصليه بتاعت الواي. طيب ايه الاثنين ونص وايه الاربعه ونص؟ الاثنين ونص هي المين بتاع الاكس، يبقى 1 ناقص 2.5 يعني قيمه الاكس ناقص المين بتاع الاكس مضروبه في الواي اللي هي 2 ناقص 4.5 اللي هي المين بتاع الواي. يبقى كل حاجه عباره عن ايه؟ الكوفيرينس هو عباره عن الاكس مضروبه في المين ناقص المين بتاعها مضروبه في الواي ناقص المين بتاعها. النقطه اللي انا وصلت لها دي اسمها الكوفيرينس. وعلشان ابدا اشوف انا عملت الكوفيرينس ده ليه اصلا، انا هدفي يا جماعه ارسم خط، ومعادله الخط المستقيم احنا كلنا عارفينها، بس انا هنا ما عنديش الميل او ما عنديش السلوب اللي يخليني احسب معادله الخط المستقيم.
وعلشان احسب السلوب ففي معادله عندنا معروفه جدا بتقول ان السلوب هو عباره عن الكوفيريانس مقسوم على الفيريانس. يبقى انا التارجت بتاعي اصلا ان انا اوصل للخطوه دي، اني احسب السلوب بتاعي اللي هو الكوفيريانس على الفيريانس. فاول خطوه حسبت الكوفيريانس. طيب تعالوا نشوف مع بعض بعد ما حسبنا الكوفيريانس محتاجه احسب ايه؟ محتاجه احسب بقى الفيريانس. فتعالوا نشوف كده الفيريانس هو عباره عن ايه؟ وعلشان اشوف الفيريانس هو عباره عن ايه يا جماعه؟ الفيريانس هو عباره عن الاكس ناقص المين بتاعها الكل اس 2. الاكس ناقص المين بتاعها الكل اس 2، الاكس ناقص المين بتاعها الكل اس 2. وانا هنا مش محتاجه اشتغل على الواي، انا عايزه احسب الفيريانس للاكس فقط. ولان القانون بتاعي هنا اهو واضح، انا عايزه احسب الفيريانس للاكس بس. طيب الفيريانس هو ايه؟ هو القيمه الاصليه ناقص المين الكل باور 2. القيمه الاصليه ناقص المين الكل باور 2. يبقى الموضوع سهل قوي، انا كل اللي هعمله اني همشي على الجدول ده واخد قيمه منهم، الواحد ناقص الاثنين ونص اللي هي بتاعت المين الكل اس 2 زائد الاثنين ناقص الاثنين ونص الكل اس 2 زائد الثلاثه ناقص اثنين ونص الكل اس 2 وهكذا، لحد ما اوصل بالنهايه ان انا عندي القيمه بتاعت الفيريانس ظهرت. كده انا بقيت جاهزه ان انا اقول ان انا خلصت الريجريشن خلاص. طيب عرفت منين ان انا عندي ريجريشن، او قدرت منين اتوقع قيمه الريجريشن يا جماعه؟ قال لك خلاص الريجريشن هو ايه؟ الريجريشن هو معادله خط مستقيم. تعالوا نشوف كده معادله الخط المستقيم هي عباره عن ايه؟ عشان احسب معادله الخط المستقيم، معادله الخط المستقيم هي عباره عن الواي بتساوي الام مضروبه في الاكس بلس السي. ادي المعادله اهي، معادله الخط المستقيم الواي بتساوي الام اللي هي السلوب مضروبه في الاكس بلس السي. هي دي المعادله المعروفه بتاعه الخط المستقيم مع اختلاف اي متغيرات ممكن نشوفها. طيب انا هنا خلاص السلوب ده اوريدي عندي، والسلوب ده قلنا اللي هو الكوفيرينس مقسوم على الفيرينس، وطبعا الاكس والواي اصلا عندي، وطالما الاثنين موجودين عندي يبقى انا باختصار شديد كده اقدر اطلع قيمه السي. وعلشان اطلع قيمه السي او قيمه الانترسبت عندي خلاص بسيطه، ده انا عندي اهو، ده انا عندي الواي موجوده وعندي الام موجوده وعندي كمان الاكس موجوده. يبقى انا لو طبقت بشكل مباشر جدا معادله زي اللي موجوده قدامنا دي، السي اللي هي الانترسبت اللي انا بدور عليه هو عباره عن ايه؟ عباره عن الواي مين ناقص السلوب مضروب في المين بتاع الاكس. تاني السي هي عباره عن المين بتاع الواي ناقص السلوب مضروب في المين بتاع الاكس. وهنا انا طلعت قيمه السي. تعالوا كده يا جماعه نحط مع بعض المعادله قدام عينينا. وعلشان نحط المعادله قدام عينينا ادي السلوب اهو احنا حسبناه، وادي السي اهو ايه احنا حسبناه. وعلشان احط قدام حضراتكم كده معادله الخط المستقيم، تعالوا نبص كده على المعادله اللي قدامنا دي. الواي بتساوي 1.8 مضروبه في الاكس بلس 75% اللي هي كانت قيمه الانترسبت. يبقى ده معناه ان انا لو رسمت دلوقتي كده البيانات اللي موجوده قدامي واللي بتقول ان العربيه اللي كان سرعتها 100 استهلاكها اهو، والعربية اللي كان سرعتها 200 استهلاكها اهو، والعربية اللي كان سرعتها 3 استهلاكها اهو. طب انا دلوقتي بقى عايزة اتوقع العربية اللي سرعتها 400 هيكون استهلاكها في البنزين قد ايه؟ خلاص بسيطة، عشان تتوقع دلوقتي العربية اللي سرعتها 400 استهلاكها في البنزين قد ايه، ما عليك غير انك تطبق في المعادله دي بشكل مباشر. يبقى انا عندي المعادله بتقول واي بتساوي السلوب مضروبه في الواي في الاكس بلس السي. يبقى انا هعمل ايه؟ الاكس عندي ب 400، يبقى اقول 1.8 مضروبه في ال 400 زائد 75%. القيمه اللي هتطلع لي هنا دي يا جماعه هي دي البريدكشن اللي عمله لي الريجريشن. يبقى انا استخدمت الريجريشن علشان اتوقع قيمه لحاجه موجوده في المستقبل او حاجه موجوده انا مش عارفاها.
يعني عندي شوية عربيات، وبناء على الداتا اللي انا عارفاها للعربيات دي قدرت اقول ان انا كل عربية ليها سرعة، وكل سرعة فيهم ليها دلالة معينة في استهلاك البنزين. فلو جات لي عربية غريبة وسرعتها مختلفة عن السرعات اللي عندي، وانا عاوزة اتوقع استهلاكها للبنزين قد ايه، كل اللي بعمله اني ببدأ استخرج معادلة للخط المستقيم من البيانات اللي عندي دي، وبعدها على طول بدلالة المعادلة دي بعمل البريدكشن اللي انا عاوزاه. طيب تعالوا نبص كده سريعا قوي ايه الخطوات اللي احنا اصلا عملناها. عشان نشوف الخطوات اللي احنا اصلا عملناها، فاحنا كان اول خطوة عندنا عملت المين، حسبت المين. وعشان احسب المين او الافريج هو مجموعهم على عددهم للاكس لوحدها وللواي لوحدها. وبعدها بدأت احسب الكوفيرينس، وبعدها بدأت احسب الفاريانس. طيب ايه هو الكوفيرينس يا جماعة؟ الكوفيرينس هو قيمة الاكس ناقص المين بتاع الاكس مضروبة في قيمة الواي ناقص المين بتاع الواي. قيمة الاكس مضروبة في المين ناقص المين بتاع الاكس مضروبة في قيمة الواي ناقص المين بتاع الواي. كده انا خرجت حاجة اسمها الكوفيرينس، وبعدها عاوز احسب الفاريانس. والفاريانس بشكل واضح هو عبارة عن قيمة الاكس ناقص المين بتاعها الكل اس 2. مجرد انا ما حسبت الجزئيتين دول يا جماعة، وهم دول يعتبروا اصعب ما في الموضوع كله لحد الآن، او مش اصعب حاجة، هو اكتر حاجة هتاخد وقت في الالجوريثم بتاع حضرتك هي حساب الكوفيرينس مش اكتر، هو الفاريانس. تعالوا نحسب السلوب عشان تبقى معادلة الخط المستقيم بتاعتي مكتملة. وعشان احسب السلوب، فالسلوب هو عبارة عن الكوفيرينس مقسوم على الفاريانس. الكوفيرينس مقسوم على الفاريانس. من هنا انا خلقت السلوب، وقدرت بعدها احسب الانترسبت، والانترسبت هو قيمة المين بتاع الواي ناقص السلوب مقسوم على المين بتاع الاكس. كده انا عندي السي اهي، وكده انا عندي الام اهي، واقدر احط اي معادله واعمل بريدكت لاي حاجه ممكن تقابلني. بالشكل ده يبقى كل الحاجات اللي قايمه على فكره الريجريشن في الاساس هو ده اللي هي بتعمله. المنظر اللي انا حاطاه قدام حضراتكم ده يا جماعه هو ده البيزكس اللي قايم عليه كل حاجه ليها علاقه بالريجريشن. وعشان هو اسمه لينير ريجريشن، فانت كل اللي انت مستخدمه هي ايكويشنز من الدرجه الاولى، وكل اللي انت مستخدمه هو انك بتحاول ترسم خط بناء على معادله الخط ده، انت بتبدا تتوقع او تبريدكت القيمه اللي هتبقى جايه كام. تعالوا نشوف مثال. وعلشان نبص على مثال، فالمثال اللي عندي مثلا قدام حضراتكم هنا ده اهو، لو احنا قلنا ان انا المثال اللي قدامي هنا كده يا جماعه اهو، لو انت عند حضرتك مجموعه من القيم، وانت مفترض ان انت تعمل بريدكت للواي او تستنتج قيمه الواي لاي قيمه من قيم الاكس. تخيلوا كده حضراتكم ان انا عندي معادله الخط المستقيم بتاعتي هي ان الواي بتساوي 1.8 من عشره زائد 75%، وانا عاوزه اعمل بريدكت لقيمه الواي بشرط ان الاكس عندي قيمتها بكام، وشرط ان الاكس عندي قيمتها بخمسه. طيب المعادله دي هي نفس اللي فوق بالظبط، بس لو احنا ركزنا انا هنا كنت مديلك في الاكس ايه 1 و2 و3 و4، يعني ما كنتش حاطط لك الخمسه. تعالوا نتوقع كده قيمه الواي في حاله ان انا عندي الاكس بتساوي 5. فلو الاكس عندي بتساوي 5 وبدات اطبق في المعادله دي بشكل مباشر جدا، هلاقي عندي ان الواي طلعت هي عباره عن 1.8 من 10 في 5 زائد 75%، يعني تقريبا ب 9.75. وطبعا كده هي دي القيمه الجديده اللي انا عملت بريدكت للواي من خلالها. يبقى ايا كان الالجوريزم، طالما الالجوريزم ده قائم على فكره الريجريشن، فهو بيعمل ايه؟ هو بيبدا يشوف البيانات بتاعت حضرتك على شكل مجموعه من النقط. وانا لما بقول فاريبل واحد يا جماعه، انا قصدي ان مجموعه النقط دي هي كلها فئه واحده، كلها نوع واحد. يعني مجموعه النقط دي هي كل نقطه ليها احداثي في السين واحداثي في الصاد، او ليها حاجه في الاكس وحاجه في الواي، لكن هي تبع كلاس واحد بس. كل ده تبع كلاس واحد بس، نوع واحد بس. عربيات مثلا هنا بس، ما قلتلكش عربيات وبايك مثلا، لا هم كلهم من نفس النوع، كلهم من نفس الفئه. عشان كده انا بقول اني بستخرج بالريجريشن باستخدام نوع واحد او فئه واحده
او فاريبل واحد. طيب الفاريبل الواحد دوت عشان ارسم نقطه، فاول حاجه بعملها اول ستيب لازم ارسم شكل الريجريشن. طب وبعد ما برسم شكل الريجريشن ببدا اتوقع او ببدا اشوف شكل معادله الخط المستقيم اللي لما ارسمها يحصل عندي ايه، اللي لما ارسمها يحصل عندي اني اقدر من خلالها اتوقع كل قيمه في الاكس وقدامها قيمه في ايه في الواي. تعالوا بصوا معايا هنا كده مثلا على المثال بتاع الرسمه اللي انا مديها لحضراتكم هنا. وعشان ابص على المثال اللي موجود في الرسمه اللي قدام حضراتكم هنا، حد فيكم خد باله مثلا ان انا الاكس عندي ليها قيم والواي ليها قيم، لكن انا عندي الخط المستقيم بتاعي ما بداش من عند الزيرو. والخط المستقيم بتاعي ما بداش من عند الزيرو ليه؟ لان معادله الخط المستقيم فيها الام مضروبه في الاكس زائد السي. السي دي هي القيمه دي. يعني معنى كده انا ليه هنا بدات من عند النص؟ ليه ما بداش من عند الزيرو؟ ليه بدات من عند النص مش من عند الواحد؟ لان السي بتاعتي كانت قيمتها ب 0.5، وعلشان كده لازم الخط بتاعي يبدا من عند النقطه دي. بالمنظر اللي قدام حضراتكم انا لو اديت لك اي قيمه عندك على الاكس اكسس مفيش غير ان انت هتطبق في الايكويشن بتاعت اللاين اللي احنا لسه حالا كنا حاسبينها، هتقدر تعمل بريدكت لقيمه الواي. لحد كده ده اسمه اللينير ريجريشن. طيب هل اللينير ريجريشن دوت فيه بعض المشكلات اللي موجوده فيه واللي تخليني ممكن افكر ان انا اغيره، او تخليني ممكن افكر ان انا ازود عليه حاجه او اغير في محتواه حاجه؟ طبعا المثال اللي قدام حضراتكم هنا ده المثال بتاع العربيات اللي انا كنت لسه حالا بشرحه. انا بقول لكم مثلا ان انا عندي لو عندي العربيات بالشكل ده، ودي بيانات العربيه السبيد بتاعتها والانجن سايز وهو كم حصان ووزن العربيه وسنه صنعها، انا عاوزه اعمل بريدكشن لحاجه، انا عايزه اتوقع قيمه حاجه. فعلشان اتوقع قيمه حاجه محدده باختصار شديد، انا لو انا اعتبرت ان السبيد دي هي دي الاكس اللي انا هبدا اشتغل عليها، فانا هاخد الاكس دي واطبق في المعادله بشكل مباشر جدا، هيطلع لي القيمه بتاعت البريدكشن بتاعتي اهي، هي دي القيمه اللي انا متوقعها لكل عربيه من العربيتين دول. القيمه دي يا جماعه ممكن تختلف عن القيمه الاصليه الحقيقيه اللي انا شايفاها. وعلشان كده حتى في المثال اللي انا كنت بحاول اوريه لكم في البدايه، كان في عندي حاجتين، في عندي حاجه اسمها البرايس والاكتشوال برايس. انا ممكن البريدكشن بتاعي يطلع لي قيمه مختلفه شويه صغيرين قوي بالزياده او بالنقص عن القيمه الحقيقيه او القيمه الفعليه، ودي اسمها الايرور ريت او معدل الخطا. قبل ما ابدا اقول يعني ايه معدل الخطا، خليني اوضح لحضراتكم احنا قدامنا